الا اذا عبير شدي لي حيلك. واحنا كيف سؤال شد طبعاً. حيلك والله. هي شوف الان معنا 7 اسئله 8 اسئله 8 نقاط وتربع. احنا الاسئله لمين؟ انا كل للكل اللي يعرف يجاوب. سؤال الاول شدي لكم ذا. قول في اي مكان يوجد فيه البحر بدون مياه؟ البحر الشعر. اين ايش السؤال؟ موضوع منتهي بعده. بحر بدون لا انا مياه. ما اتكلم على بحر بحر حقيقي بس بدون مياه. الشعر بدا الشعر خلاص. لا بدون مياه باليمن ده في الخريطة. موضوع منتهي اللي بعده. الخريطة صحيح يا مار غالي. وو جوجل اللي بعده إيه. لا 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 صح يلونه بالأزرق. صرنا كم؟ 4 2 أربع وأنت 2. لديها عين لكنها لا تستطيع أن تبصر أحدا. الكاميرا. الشمس. القلم. لا كاميرا. الشمس. لا الماء. عين الماء. لا لحظة لديها عين. ها ها المرفق البوتاجاز. فل انا قلت قبله الفرن. لا لا البوتاجاز يا اسطى مع الخمس عيون. الكاميرا. لا لحظة يا جماعة لديها عين وايش؟ لكنها لا تستطيع الرؤية. ايش عين الحق. هذا اجابة فلسفية. هذه اقرب الى النساء. ها عين العدسة. الابرة. الابرة صحيح. اللي بعده يا مصرني. يا مجد. خمسة نقاط. خمسة من المغالطة. يا أستاذ سفيان. يا أستاذ سفيان مش أسئلة صغيرة. لا يعني سؤال شوفوا على فكرة في بعض الإجابات فلسفية. لو تسألنا انتبهوا. أسئلة عامة. سؤال الثالث حيوان لا يلد ولا يبيض. هتقول لي زين. حيوان لا يلد ولا يبيض. اللعبة. الذكر يا أخي. الذكر. الله أكبر. 4 نقاط 4. 4-1 أربعة أربعة أربع نقاط نقطة مين. نقطتين. الأسئلة ديني ما بعرفش شد حيلك جنبي. أنا في دمها قرب جنبي والله أديله والله. كم شهر في السنة فيه 28 يوم؟ كل شهور فبراير. كل شهور السنة كل الشهور فيها 28. أنا جاوبته بالتليفون. 5-1-2 لا نحسب هو الوحيد. سؤال خامس اذكر لي أسماء 3 أيام متتالية بدون ما تذكر يوم من الأسبوع. أمس اليوم غدوة غدا. ياس أمس قبل أمس اللي قبل بعد أسبوع. لا أسبوع الأول متتالية أيام. الأسبوع الأول واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعد. أمس وغدا وبعد غدا. لا اسم لملك عربي إذا بعدت نقطة من اسمه تحول اسمه إلى اسم دولة. لا مسهلة هذه سهلة. قطر. يا قطز قطر. 7 نقاط حسمها والله. السؤال الأخير قطز نقطة. ما هو الشيء الذي يكون داخل الغرفة وخارجها في نفس الوقت؟ مفتاح الباب. الباب. نقطتين 7 نقاط لا نقاط لأمجد. وبالتالي خلاص الفائز بسبعة. الفائز نصين. ها نصين. لا زين بس بنص. هو الاستاذ نازل نظاره معناته ما فيش مجال. يا زين كيف تعالي القمر هذه تجيب لي زين لو سمحت. يا اخي ايش اسوي لك؟ انا اديت لك غدوه. حرك عقلك. شكرا يا بنتي. القمر زعلان منو عليها صفقه. سلام يا سلام. كم يا استاذ سفيان انت قلت اول الجائزه. اما اخر اما الاخير ف واحد منكما يحكم عليه بحكم. طبعا الحكم انا عندي خلاص على امجد. الحكم عليك انك تغني لي اغنيه